بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه المقدمة. أيها الأخوة الحضور، ضيفنا لهذا اليوم عالم من علماء الأمة. ضيفنا اليوم عالم تعرفونه وتنتظرونه دوما في لقاءاته العلمية، في دروسه ومحاضراته في المساجد. إن قلتم في الفقه فقد تميز به، وإن قلتم في العقيدة فقد تميز بها، وإن قلتم في التفسير فقد تميز به، وإن قلتم في الدعوة فهو في ركب الدعاة إلى الله، وإن قلتم في الخطابة فهو المرجع لكثير من الخطباء في خطبه المنبرية، وإن قلتم في الحسبة فهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تصديه للرد على كثير من الشبه والمنكرات التي تظهر في الإعلام وفي غيره، وإن قلتم في التأليف والنشر فهو في مقدمة من انتشرت كتبهم على مستوى العالم، وإن قلتم في إمامة المسجد فهو الإمام والخطيب الذي عرف بانضباطه ودقته. ضيفنا اليوم جعل الله له القبول في الأرض، فما أجمل أن نعيش مع الشيخ حفظه الله بعضا من سيرته ونتعرف عليها عن قرب خلال حديثنا وحوارنا في هذه الليلة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، ونرغب أن تحدثونا في بداية هذا اللقاء عن الاسم كاملا والنسب وتعريف عن الوالدين. فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أخجلتموني حيث رفعتموني إلى منزلة لم أصل إليها، ما أنا إلا أقل طالب علم كواحد منكم، بل أنتم ربما يكون فيكم من هو أجل وأكرم. وأما اسمي فكما تعلمون صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من قبيلة الوداعين الدواسر في بلدة الشماسية شرقي القصيم. نشأت فيها، أول نشأتي تلقيت القرآن عن إمام المسجد، كان حافظا متقنا جميل الصوت، ألا وهو الشيخ محمود بن سليمان التلال رحمه الله، الذي صار في آخر حياته قاضيا في ضرية، البلدة المشهورة في غرب القصيم. وتلقيت أول الدراسة في مدرسة البلدة، ثم أكملتها في مدرسة الفيصلية في مدينة بريدة القصيم، ثم درست في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به وواصلت الدراسة إلى أن تخرجت من كلية الشريعة وعينت مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقلت إلى التدريس في كلية الشريعة في الرياض، ثم إلى الدراسات العليا في كلية أصول الدين، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء 6 سنوات، ثم نقلت إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة
الدائمة للإفتاء ولا أزال والحمد لله. هذا ما يحضرني الآن، وقد أكثرت عليكم ولكن تحملوني. نعم. شكر الله لكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. طيب حفظكم الله، ذكرتم نشأتكم في بلدة الشماسية، نريد أن تحدثونا حفظكم الله عن النشأة والبداية في التعلم قبل التحاقكم بالمدارس. إن هناك دروس علمية في الشماسية، هل هناك تعليم القرآن؟ هل كانوا يدرسون الأصول الثلاثة والقواعد الأربع في ذلك الوقت؟ كان إمام المسجد الذي ذكرت لكم اسمه الشيخ محمود بن سليمان التلال، كان إمام المسجد، ودرست عليه القرآن نظرا، ثم فتحت مدرسة الشماسية، يعني أخذت عن الشيخ قراءة القرآن نظرا، ثم أيضا فتحت مدرسة الشماسية فكنت من أوائل الملتحقين بها. ثم تخرجت من الدراسة الابتدائية وعينت مدرسا في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به ووصلت الدراسة إلى أن أكملتها. ثم كما ذكرت لكم باشرت العمل الوظيفي مدرسا في كلية الشريعة، ثم الدراسات العليا، ثم مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم نقلت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عضوا فيها وعضوا في هيئة كبار العلماء على ضعفي وقلة علمي، ولكن الجود من الماجود كما يقولون. نعم. حفظكم الله. شيخ محمود بن سليمان تلال رحمه الله تولى القضاء أيضا، لكن هل كان يدرس في وقتها بعض الدروس مثل الأصول الثلاثة أو القواعد؟ أبدا ما يدرس إلا القرآن فقط. فقط القرآن. فقط القرآن. نعم. أحسن الله إليك. حفظكم الله، ذكرتم أنكم التحقتم بالمدرسة الحكومية حين افتتاحها في الشماسية، كان هذا ذلك عام 1369 تقريبا. 68. بعد ذلك أكملتم دراسة الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة. انتقالكم، سبب الانتقال من الشماسية إلى بريدة؟ تأخر يعني الدراسة في مدرسة الشماسية، لم يكن فيها خامسة ولا سادسة، فنقلوني من الثانية إلى السادسة في بريدة، ثم تخرجت منها عام 71. نعم. في من انتقل معك حفظك الله إلى الشماسية؟ ما انتقل معي أحد. نعم. بسم الله عليكم. لو حدثتمونا عن هذه المرحلة، المرحلة الابتدائية، مع العلم أن في ذاك الوقت كان الآباء بحاجة لأبنائهم للعمل، هل حصل اعتراض من الأهل في التحاقكم بالدراسة النظامية وكذلك انتقالكم إلى بريدة؟ لا، ما حصل من الآباء معارضة لأبنائهم لما فتحت المدرسة الحكومية، ما حصل منهم منعا لأبنائهم، بل أقبلوا عليها ودرسوا فيها، وبعدها التحقوا في المعهد العلمي في بريدة وواصلوا دراستهم إلى أن أكملوا الدراسة في كلية الشريعة وكلية اللغة. نعم. ذكرتم حفظكم الله أنكم انتقلتم لبريدة، لكن هذا الانتقال، هل هناك سكن؟ طريقة المعيشة في بريدة بعد انتقالكم، هل معكم أحد من الأقرباء؟ كما تعلمون أن طلاب المعهد العلمي صرف لهم مكافأة كانت في ذاك الوقت 170 ريال
تكفي للطالب ولأسرته ذاك الوقت. فنقلت العائلة معي لأن إخواني كانوا غائبين في طلب الرزق، فنقلتهم معي إلى بريدة وسكنوا معي وأنفق عليهم من هذه المكافأة وفيها خير والحمد لله، وجزى الله حكومتنا أحسن الجزاء، حيث إنها لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تمكين الطلاب والإنفاق عليهم أيضا. أنتم تعلمون أنه في البلاد الأخرى أن الطالب يقدم دراهم أو نقود للمدرسة التي يدرس فيها، حكومتنا العكس، تنفق على الطلاب تعطيهم ما يكفيهم، وهذا من فضائلها وفقها الله. نعم. حفظكم الله. هل تذكرون من زملائكم في تلك المرحلة الابتدائية؟ نعم. تذكرون هل تذكرون أحد من زملائكم في تلك المرحلة درس معكم ممن يعرفون الآن؟ والله زملائي في تلك المرحلة الابتدائية كثيرون، ما أحصيهم يعني كثرة، ولكنهم ما واصلوا، بعضهم ما واصل الدراسة وانقطع عن الدراسة لطلب الرزق أو لعذر آخر. الذين واصلوا الدراسة قليلون منهم. نعم. وبالنسبة لمن درسكم من المشايخ في تلك الفترة؟ أين؟ في الابتدائية، المرحلة الابتدائية. درسنا مدرسون ابتدائي يعني. منهم شيخنا الذي تلقينا عنه مبادئ العلوم وانتفعنا به، الشيخ إبراهيم ابن ضيف الله اليوسف رحمه الله. كان له فضل عظيم في مدرسة الشماسية، لأنه لا يقتصر على تدريس المقرر فقط، وإنما يعطي طلابه معلومات قيمة في العقيدة وفي الفقه، وفي حصل على يديه خير كثير وفتح لنا أبواب العلم رغبنا فيه، جزاه الله عنا خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة. نعم. حفظكم الله. بعد أن أنهيتم المرحلة الابتدائية، هل عينتم مدرسا في نفس المدرسة الابتدائية أم انتقلتم إلى المرحلة المعهد العلمي؟ نعم. بعد أن أنهيتم المرحلة الابتدائية، هل درستم مباشرة في المدارس الابتدائية؟ نعم، درسنا مباشرة لما خرجنا من السنة السادسة، تعينت مدرسا في نفس المدرسة في بلدي إلى أن فتح المعهد العلمي فانتقلت إليه وتركت الوظيفة وتركت. نعم. أحسن الله إليكم. تخرجتم حفظكم الله من الابتدائية تقريبا عام 1371. نعم. بعدها التحقتم بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373. نعم. خلال هذه الفترة كيف استفدتم منها؟ استفدنا منها مواصلة الدراسة في المقررات، وفي بريدة كنت أحضر دروس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وشاركت في بعض الجلسات عليه، إلا أني مشغول بالدراسة النظامية فأكتفي في الغالب بحضور الدروس والاستماع إليها، بس استفدت منه كثيرا رحمه الله. نعم. حفظكم الله. التحقتم أيضا كما ذكرتم بالمعهد العلمي في بريدة عند افتتاحه عام 1373. نعم. التحقتم بالمعهد العلمي عند افتتاحه عام 1373 وتخرجتم منه عام 1377 هجري تقريبا. نعم. لو حدثتمونا عن هذه المرحلة ومن كان مدير المعهد عند افتتاحه ومن أبرز المدرسين الذين درسوك. كان مدير المعهد من دخلنا إلى أن خرجنا هو الشيخ محمد العبودي، محمد بن ناصر العبودي الذي تعرفونه كلكم يعرفه، كان نشيطا وبارزا
في العلوم وفي اللغة العربية، وله مؤلفات لا تخفاكم. الشيخ محمد بن ناصر العبودي هو كان مدير المعهد من دخلنا إلى أن تخرجنا، ومن أبرز من درسنا فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم قبل قليل أنكم درستم على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كيف كانت طريقة الشيخ عبد الله بن حميد في التدريس في بريدة، وما هي الكتب التي يدرسها؟ استماعي إليه أكثر من دراستي عليه، كنت أحضر دروسه في الصباح وبعد الفجر وبعد العصر، فاستماعي منه أكثر من دراستي عليه. ونعم، ما هي الكتب التي يدرسها؟ يدرس في الفقه وفي العقيدة الواسطية، وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول. نعم. كيف كانت طريقة الشيخ عبد الله رحمه الله في التدريس؟ كغيره من العلماء، يقرأ القارئ ثم هو يشرح، وربما يجعل يوما للأسئلة عما سبق. نعم. هل تسمى المتون العلمية عند الشيخ؟ اي نعم، المتون العلمية تسمى عند الشيخ. نعم. يسمعون الطلاب، يحفظون، أو يسمع، يحفظون ثم يقرؤون ثم يشرح هو، ثم في يوم يخصص يوما للمناقشة والأسئلة عما سبق. نعم. طريقة الشيخ رحمه الله كانت مختصرة في الشرح؟ على قدر ما يتطلب الشرع المتن، كان يشرحه ويفيض فيه ويوضحه تماما. نعم. هل هناك حلقات علمية أخرى للعلماء في بريدة غير حلقة الشيخ عبد الله بن حميد؟ هذه حلقات، لكني لم أحضر إلا حلقة الشيخ، لفي حلقة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخريصي رحمه الله، صالح بن سليمان الخريصي رحمه الله، في حلقة الشيخ صالح السكيتي، كل يدرس في مسجده الذي هو فيه، فيه حلقة الشيخ علي الضالع رحمه الله. نعم. والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد، وكذلك الشيخ إبراهيم، هذا درسنا عليه، الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد درست عليه في الابتدائي، لأنه كان يدرس هو في مدرسة الفيصلية، ودرست عليه أيضا في المسجد. نعم. حفظكم الله، الحلقات اللي ذكرتم هذه في بريدة، لكن في منطقة القصيم هل كان هناك من العلماء من يدرس له سمعة في ذلك الوقت؟ هي من يدرس في البلاد القصيم، لكن أنا لم أذهب إليها، إلا في المدن الكبار مثل الكيرية، مثل الرس، مثل فيها من يدرس من العلماء. نعم. في عنيزة أيضا يا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ثم بعده تلميذ الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. نعم. كان لكم لقاء مع الشيخ عبد الرحمن السعدي، هل ذكرتم لنا حفظكم الله هذا اللقاء؟ نعم، كنت أزوره وأجلس معه ويتباسط معي في الأسئلة، ويهدي إلي بعض مؤلفاته رحمه الله. نعم. وهل كان لكم لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين؟ نعم. في ذلك الوقت؟ نعم، مع الشيخ محمد بن عثيمين. الشيخ ابن محمد بن عثيمين كان زميلنا في التوعية وفي الحج، وفي كان معنا ونجلس وإياه ونستفيد منه. نعم. والشيخ عبد الله الخليفي تذكرون شيء عنه؟ خليفي؟ نعم. الشيخ عبد الله بن صالح؟ نعم. نعم، درست عليه في الفقه، ثم ذهبوا به إلى محكمة حائل، وتوفي هناك رحمه الله. نعم. ولا كان فقيها متضلعا،
ويفيد إلى درس، وكل مسألة يقول هذه وقعت لي سنة كذا وكذا، يحفظ الوقائع حتى التي وقعت له. نعم حفظكم الله شيخنا. مرحلة جديدة من حياتكم وهي انتقالكم من القصيم إلى الرياض، نريد معرفة تفاصيل هذه الرحلة، وكيف تم اتخاذ مثل هذا القرار، وكيف كان رأي الأهل في هذا الانتقال؟ هذا الانتقال سببه مواصلة الدراسة، لأنه لما تخرجنا من المعهد العلمي طلبنا من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتح لنا فرعا في القصيم، ولكنه أبى وقال ما يمكن هذا، فكثير من زملائي تركوا الدراسة ولا راحوا للرياض، طلبة علم كبار لو واصلوا لكن استصعبوا السفر إلى الرياض فبقوا في بريدة. أما أنا فيسر الله وذهبت، وذهب معي منهم أيضا كل جيدة، وأكملنا دراستنا والحمد لله. نعم هذه الرحلة من الرياض بعد الزواج أو قبل؟ نعم الرحلة هذه رحلتكم إلى الرياض كانت بعد الزواج؟ إيش علاقة الزواج بالدراسة؟ لأن حفظكم الله كثير من الناس يرى أن الزواج يكون عائق لطلب العلم. أبد ما هو عائق لطلب العلم، الزواج ما هو عائق لطلب العلم، بل ربما يساعد على طلب العلم حيث أن الإنسان يطمئن ويرتبط بأهله ويعني ويتفرغ من الأسفار ومن قواطع طلب العلم. نعم عند انتقالكم حفظكم الله للرياض لا شك أن طالب العلم يتشوق للقاء مع العلماء، كيف كان أول لقاء مع سماحة الشيخ محمد إبراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فأنا أحضر دروسه في الغالب، أحضر دروسه وهي قليلة لأنه ينشغل بالعمل الوظيفي والمهمات الكبار، أنيطت به مهمات كبار رحمه الله انشغل بها، ولكنه مع هذا يجعل وقتا للدروس نحضرها عنده. أما الشيخ ابن باز فإنه كان معنا يعني في المعهد وفي الكلية يدرسنا ونستفيد منه. نعم لكن أول لقاء كان مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ نعم أول لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أول ما وصلنا إلى الرياض في عام 78. نعم كان في مجلس علمي أو في نعم اللقاء كان في مجلس علمي؟ دروسه هذه دروسه، وأيضا لما كان يدرس في كلية الشريعة كنا من طلابه فيها. نعم يذكرون حفظكم الله أن في ذاك الوقت كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم هيبة عند طلاب العلم وعند عامة الناس، تذكرون شيء من ذلك حفظكم الله؟ نعم يهابونهم مع أنهم متبسطون ولا عندهم تمانع من يعني من تشجيع طلبة العلم وتدريبهم على مجالستهم والاستفادة منهم، لكن الله جعل لهم هيبة. نعم حفظكم الله بعد قدومكم من الرياض التحقتم بكلية الشريعة بالرياض وتخرجتم منها عام 1381، لو حدثتمونا عن هذه المرحلة ومن أبرز من درسكم ومن هم أبرز من تعرفتم عليهم في هذه المرحلة؟ درسنا فيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، درسنا فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درسنا فيها عبد الله بن صالح الخليفي. نعم ومن أبرز من تعرفتم عليه؟ هم هؤلاء الثلاثة بالنسبة للطلاب حفظكم الله. نعم
بالنسبة للطلاب؟ الزملاء. نعم. الزملاء كثيرون، الزملاء كثيرون من أهل الرياض ومن أهل القصيم ومن غير الرياض والقصيم، من مختلف الجهات. نعم. حفظكم الله، درستم في كلية الشريعة قبل التخرج، ما هي المادة التي كلفتم بتدريسها، وهل درست زملاء لك، وكيف استطعتم أن تتجاوز هذه المرحلة؟ في آخر السنة الرابعة من كلية الشريعة اللي هي النهائية احتاجوا إلى مدرسين، فأخذونا للتدريس قبل التخرج بأربعة أشهر تقريبا. درسنا فيها مادة النحو، درسنا فيها مادة النحو إلى أن تخرجنا، وبعدين صرنا مثل غيرنا من متخرجين على ما فينا من ضعف وما فينا من كسل. نعم. من كان مدير الجامعة في ذلك الوقت؟ مدير الجامعة، ما هي الجامعة، كليات، مدير الكليات. نعم. ذاك الوقت هو الشيخ عبد الرحمن الدخيل رحمه الله، عبد الرحمن الدخيل من البريدة. نعم. مثل هذا الترشيح للتدريس وأثناء الدراسة، نعم، أقول ترشيحكم للتدريس وأنتم طالب، ما زلت طالب في كلية الشريعة، ممن كان الترشيح؟ احتاجوا إلى مدرسين لأنهم فتحوا معاهد جديدة، احتاجوا إلى مدرسين، فأخذونا من السنة النهائية قبل التخرج بأشهر. أما أنا فبقيت في الرياض، وأما زملائي ذهبوا إلى المنطقة الجنوبية في أبها وفي. نعم. بعد التخرج حفظكم الله، أين كان تعيينكم؟ نعم. بعد التخرج أين كان تعيينكم؟ فيما كنت فيه قبل التخرج، لأني درست في كلية، درست في المعهد العلمي، فاستمريت على عينوني مدرسا في المعهد العلمي. نعم. يعني كنتم تدرسون وفي نفس الوقت تدرسون في كلية الشريعة؟ هذا في آخر سنة لما يعني احتاجوا إلى مدرسين قبل التخرج بأربعة أشهر تقريبا، أخذونا للتدريس، فصرت أدرس في أول الحصة الأولى، ثم أذهب إلى زملائي في الفصول كلية الشريعة وأدرس معهم بقية الحصص. نعم. في هذه المرحلة يعني بعد التخرج، هل تم تكليفكم بمهام من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ سمعنا تم تكليفكم بالدعوة إلى الحج، هل كانت في هذه المرحلة؟ نعم، شاركنا وكلفنا في التوعية الإسلامية بالحج، وكلفنا في الجمعية، لا في الجمعية، كلفنا في، والله إني نسيت، ما كلفنا في مهمة أخرى، التوعية الإسلامية، وأيضا الدعوة في محاضرات وزيارات للبلدان المجاورة للرياض، وكنا يعني على حسب مجهودنا نقوم بما نستطيع. نعم. فيما أعرف تم تكليفكم بالدعوة الحج يعني وأنتم ما زلتم في مرحلة الدراسة أو بعد تخرجكم مباشرة من الكلية؟ لا، بعد التخرج. بعد التخرج شاركنا التوعية في الحج. نعم. ترشيحكم كان من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ نعم. الترشيح كان من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ ترشيح؟ ترشيحكم للدعوة في الحج؟ لا، الترشيح من قبل القائمين على التوعية. نعم. بإشراف
نعم بإشراف الشيخ. نعم. لو تحدثنا حفظكم الله الآن عن مرحلة الماجستير، كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت؟ نعم. مرحلة الماجستير، في مرحلة الماجستير كيف كانت طريقة الدراسة في ذلك الوقت، وما هي الرسالة التي تقدمتم بها؟ الماجستير كانوا يدرسون دراسة تمهيدية، كانوا يدرسون سنتين دراسة تمهيدية يسمونها، ثم يحضرون رسالة الماجستير. أما أنا فقالوا يكفي تدريسك هذه المدة، يكفي عن الدراسة، فأعفوني من الدراسة التمهيدية وحضرت الرسالة في الفرائض، كتاب في الفرائض مطبوع ومتداول والحمد لله. نعم. من كان المشرف على هذه الرسالة ومن ناقشها؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو المشرف عليها، وعلى رسالة الدكتوراه هو المشرف على الرسالتين. نعم. حفظكم الله، شيء بشيء يذكر، تأتي هذه المحاضرة في الجمعية الفقهية في كلية الشريعة. هذه المحاضرة في الجمعية الفقهية في كلية الشريعة، والعلم فإنه يقال أن أول رسالة ماجستير نوقشت في الكلية في قسم الفقه في جامعة الإمام هي لكم حفظكم الله في عام 1397. نعم، هي الرسالة التي في الفرائض، كتاب الفرائض هو أول رسالة في الماجستير. نعم، وأول ما نوقش في كلية الشريعة وفي جامعة الإمام في ذاك الوقت، لأن زملائي أخذوا شهاداتهم من الجامعة الأزهرية، كانوا يسافرون إلى الأزهر ويدرسون هناك الدراسة التمهيدية ويحضرون الرسالة. أما أنا فلم أذهب إلى الأزهر، وأعفوني من الدراسة التمهيدية واكتفوا بتحضير الرسالة فقط. نعم. حفظكم الله، مرحلة الدكتوراه هي مرحلة جديدة، كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت؟ أنا كما ذكرت لك ما درست تمهيدية. نعم. لا للماجستير ولا للدكتوراه، عفوني من ذلك واكتفوا بتحضير الرسالة ومناقشتها. كان المشرف على الرسالتين شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. نعم. المناقشين للرسالة حفظكم الله، منهم الشيخ عبد الرزاق بصفته مشرفا، وأما البقية الله نسيتهم، اسمحوا لي. نعم. وأنا داري أنكم تناقشون عن هذا، لا كان مستحضر من قبل. نعم. طبعا الشيخ قبل اللقاء كان في تنسيق طريقة اللقاء، فالرأي كان يكون بطريقة الحوار وأيضا محاولة استخراج أكثر ما يمكن من الشيخ عن حياته وعن سيرته، لذلك تجدون الحوار بسيط جدا، لذلك تسمحون لنا في بعض العبارات التي ربما تكون خارجة عن الحوار. الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظكم الله له مسائل متعددة، له وقد استفدتم منها، له بعض المسائل التي ذكرتم بعض الفوائد، ذكرتم في مجلس أن الشيخ الشنقيطي في ثلاث مسائل كان يقول في قوله تعالى وما يؤمن أحدهم بالله إلا وهم مشركون، في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وقول عمر رضي الله عنه أبواب الربا ودفن لو بينها النبي، تذكرون هذه المسائل؟ يقول يا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول هذه هي المسائل التي لم أفهمها، هذه المسائل الثلاث أنا لم أفهمها. نعم. 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 حفظكم الله، معالي الشيخ، أنتم من الأجيال الأولى التي تخرجت من كلية الشريعة، حيث تخرجتم سنة 1381. لو تحدثتم عن تدريسكم في جامعة الإمام وتنقلكم بين كلياتها والأثر الذي ترونه لهذه الجامعة.
نعم أنا درست في كلية الشريعة ثم في الدراسات العليا في أصول الدين، ثم انتقلت إلى المعهد العالي للقضاء مديرا ومدرسا إلى أن نقلت إلى الإفتاء. نعم. أحببت فقط شيخ التأكيد أيضا رسالة الدكتوراه، هذه أول رسالة تناقش في جامعة الماء؟ نعم هي أول رسالة تناقش في الدكتوراه، رسالة الماجستير والدكتوراه أول رسالتين ناقشتا في كلية الشريعة. نعم. حفظكم الله، عينتم مديرا للمعهد العالي للقضاء، حدثونا عن تجربتكم الإدارية في المعهد، وهل أثرت على الحصيلة العلمية؟ لست مديرا فقط، أدرس في المعهد العالي مع الإدارة، أدرس فيه وكنت أذاكر المعلومات والحمد لله واستفدت. نعم. لو ذكرتم أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت عند إدارتكم للمعهد، أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت، أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت؟ أبدا ما في قرارات، نمشي النظام فقط، نمشي النظام ونراقب الطلاب وهذا، ولا صدرنا قرارات. نعم. ذكرتم، معلش أخوان معلش، ما هي المقصود هنا الآن في حوار مع الشيخ، لكن فيها ذكر أن ما يتعلق برسالة الماجستير في البحث التكميلي كان في ذلك الوقت في وقت إدارتكم، يعني نعم، تحويل الرسالة في الماجستير وتكون الدراسة لطلاب الماجستير لسنتين ثم بعد ذلك يكون البحث التكميلي. نعم. أقول في ذلك الوقت، نعم، كانت الدراسة حولت في وقتكم من إلى سنتين دراسة وبحث تكميلي. هذا في المعهد العالي خاصة. نعم. المعهد العالي خاصة، أنا اقترحت هذا أنهم يجعلون الدراسة التمهيدية سنتين، لأنهم بحاجة إلى العلوم التخصصية في المعهد العالي للقضاء، وأن يكتفى بالبحث. نعم. وإلا في الجهات الأخرى لا بد من رسالة في الماجستير. نعم. إن كان هذا قرار في وقتكم، في وقت إدارتكم في الأولى. أي نعم. حفظكم الله، درستم في كل مراحل عملكم، فدرستم الابتدائي ثم التحقتم بالتدريس بالمعاهد العلمية، وبعد تخرجكم من الجامعة درستم في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلتم للتدريس في كلية الشريعة مدة طويلة، بعدها انتقلتم للتدريس في كلية أصول الدين فترة وجيزة، ثم انتقلتم مديرا للمعهد العالي للقضاء، ولما تمت الفترة النظامية عدتم إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء. تجربة طويلة من العمل الجاد، بماذا حفظكم الله خرجتم من خلال هذه التجربة، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ الحمد لله، على يعني ضعفي وكسلي مشيت هذه الفترة كزملائي، ما عندي مزية على زملائي. نعم. لكن نصيحتكم حفظكم الله من خلال هذه التجربة لطلاب العلم؟ أن يجدوا ويجتهدوا في الدراسة ثم في العمل، إذا تولوا عملا أن يقوموا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. حفظكم الله، كان لكم السبق في تأليف المقررات الدراسية؟ كان لكم السبق في تأليف المقررات الدراسية، منها قسم في المقررات الدراسية في العقيدة، وفي مقررات الفقه في الكليات، وفي المعاهد العلمية بجامعة الإمام، وكذلك الجامعة الإسلامية، وفي الثانويات والمتوسطات، وفي وزارة التعليم. لو تحدثتم عن هذه التجربة، تجربة التأليف للمقررات. أنت وسعت الدائرة، أنا ما ألفت إلا في محيط جامعة الإمام محمد بن سعود،
وذاك الوقت كانت تسمى كليات ما تسمى جامعات. فأنا ألفت شرح للعقيدة الواسطية بتكليف من كلية أصول الدين، وألف ويعني ما أقول ألفت لكن اختصرت من شرح الزاد، اختصرت من شرح الزاد مقررات للفقه في كلية الشريعة. هنا ونحن نتحدث حفظكم الله عن التأليف مع الشيخ، كتب الله لمؤلفاتكم القبول في جميع الموضوعات وبالأخص كتاب الملخص الفقهي. البعض يقول أنكم تأثرتم بإمام الدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في منهجه في التأليف، فما تقولون في ذلك؟ الملخص الفقهي هذا أصله حلقات ألقيتها في الإذاعة، حلقات في الفقه، برنامج فقهي ألقيته في الإذاعة، ثم إن الذين استمعوا إليه طلبوا مني أن أجمعه وأرتبه وأخرجه في كتاب، فأنا نزلت على رغبتهم وصار كتابا من غير قصد مني، إنما هو حلقات ألقيتها في الإذاعة، ما كنت على بالي أنه سيكون كتابا. نعم. حفظكم الله، دروسكم في المسجد مستمرة ولله الحمد منذ أكثر من 35 سنة. نعم. دروسكم في المسجد لها أكثر من 35 سنة، ولقد تميزت دروسكم بإتمام الكتب وعدم الإطالة في الشرح، فشرحتم كتبا كثيرة. حدثونا عن بداية التدريس في المسجد. أنت لا تبحث تطلع عمرنا، أنا ما ودي أن تطلع. أنا درست والحمد لله على جهدي وميسوري والحمد لله، ولا ودي تطلعون على ما عندي من قصور ومن ضعف، خلوا علي ستر الله. نعم. هل تذكرون بدايات التدريس، من درس عندكم من المشايخ؟ عندنا بداية التدريس طلاب كثيرون، ما أخص منهم، طلاب كثيرون يمرون ويروحون ويجي غيرهم. نعم. تواصلكم حفظكم الله الإعلامي بشكل مستمر. نعم. أقول لكم تواصل إعلامي، لكم تواصل إعلامي بشكل مستمر، ففي إذاعة القرآن نور على الدرب، وكانت لا تمر دورة إذاعية إلا والمعليكم درس علمي وشرح لأحد الكتب. تحدثون عن بعض طريقتكم في الإعداد لبرنامج نور على الدرب، وكذلك الإعداد لمثل هذه الدروس العلمية. والله نور على الدرب ما حنا بنعد، يقرون علينا السؤال ونجيب بما يتيسر، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، ما بما يتيسر، لو بقعد أحضر كل سؤال ما استطعت. نعم. معالي الشيخ، معالي الشيخ، رسمتم منهج علمي في المقالات الصحفية والردود والتنبيهات التي تنشرونها، طريقتكم في مثل هذه الردود ومنهجكم في من يكون له أولوية في الرد، لذلك نجد كثير من مما ينتشر في بعض المقالات في الصحف متنوعة، ولكنكم أيضا تنتقون بعض الردود المعينة خاصة فيما يتعلق في العقيدة، تذكرون شيء بطريقتكم لمثل هذه الردود؟ هذه مطبوعة، يعني هذه مطبوعة في كتاب، لا حاجة إلى الكتاب، ينبي عن نفسه، يقرأها الإخوان ويساعدون إن كان فيها خطأ أو فيها نقص، يساعدون إن يبينونه علشان يستكمل إن شاء الله. نعم. تطلعون حفظكم الله على الصحف بشكل يومي؟ ها؟ تطلعون على الصحف بشكل يومي؟ تمر علي الصحف، وإذا صار عندي فراغ أنور العناوين فقط، ولا لو أقرأ المقالات ولا ما عندي وقت، لكن أشوف العناوين، إذا شفت عنوان يلفت النظر طالعته. نعم.
كان لكم حفظكم الله تحذير مبكرا من دعاه الغلو، فلو تكلمتم شيئا عن هذه التجربه. نعم. كان لكم التحذير مبكرا من دعاه الغلو، فلو حدثتمونا شيء عن هذه التجربه. ما اذكر شيء في هذا الموضوع خاص، ما اذكر شيء في هذا الموضوع خاص. يعني الغلو هذا شيء ما حدث الا من قريب، ما كان موجود من قبل، ما حدث الا من قريب. والحمد لله المشايخ والاخوان كلهم قاموا في وجه هذا التيار الباطل، كل بجهده وميسوره، وحصل الخير الكثير، وأنا من أضعفهم في هذا. حفظكم الله، ترون طريقة التواصل، حفظكم الله، ترون طريقة التواصل بين العلماء وولاة الأمر، فما رأيكم في التواصل مباشرة مع ولاة الأمر، وخاصة في الأزمنة، خاصة في أيام التي تتعلق فيما مرت به البلاد من فتن من أولها إلى آخرها؟ العلماء لهم تواصل مباشر مع ولاة الأمر، ولهم أيضا نصيحة مباشرة لولاة الأمر، ولكن أحيانا لا تظهر أمام العامة وأمام الناس، فما رأيكم في هذه الطريقة حفظكم الله؟ هو كما ذكرت، التواصل مع ولاة الأمر فيما يهم المسلمين هذا أمر واجب، ولكن ما نظهر هذا الشيء، نقول تواصلنا وقلنا ما نظهر هذا الشيء. نعم، هذه أسرار. نعم. حفظكم الله، تحملون عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء وعضوية هيئة كبار العلماء وكذلك أيضا مجمع فقه، فهل حدثتمونا عن هذه التجربة؟ نعم، الحمد لله، أنا شاركت في المجمع الفقهي، وشاركت في هيئة كبار العلماء، وفي اللجنة الدائمة بحسب مقدوري وميسوري، ولست وحدي، معي زملاء ولله الحمد، ونتعاون ونتدارس الشيء إذا عرض، ثم نخرج بنتيجة، وإذا لم نتوصل إلى نتيجة يحفظ. نعم. حفظكم الله، اطلعت على بعض العبارات وبعض المقالات يذكرون فيها من هذه، يقولون تواترت الأخبار بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل من نسأل بعدك قال الشيخ صالح الفوزان، فقيل له أنسأل فلانا فقال فلان فقيه ولكن اسأل الشيخ صالح، وقد سئل الشيخ محمد المجد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مرض موته من تنصحني أسأل بعدك يا شيخ، قال الشيخ صالح الفوزان وفلان وفلان، وقد ذكره في أحد أشرطته، وكذلك ذكر الإعلامي عبد الكريم بن صالح المقرن في مقال له في جريدة الجزيرة في عام 1430 بعنوان مواقف وذكريات في حديث العلامة بن عثيمين عن الشيخ صالح الفوزان، يقول مختصر لكلامه ركب الشيخ بن عثيمين ثم التفت إلي قائلا هذا الشيخ صالح الفوزان، يعني كان يسمعهم في الإذاعة. قلت نعم يا شيخ، هذا برنامج نور على الدرب. ابتسم الشيخ ابن تيمين رحمه الله وقال ما شاء الله، القلب يرتاح لفتاوى الشيخ صالح الفوزان، هكذا هم أهل العلم الربانيون، يحب بعضهم بعضا ويوصي بعضهم ببعض. حفظكم الله، لو تحدثتم عن علاقتكم بالشيخ ابن باز من خلال إدارته للإفتاء، وأيضا العلاقة التي بينكم وبين الشيخ محمد بن عثيمين من خلال تواصلكم معهم من خلال هيئة كبار العلماء. عطنا الأول. سم؟ عطنا الأول. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علاقتكم به. علاقتنا به مدرسا لنا، درسنا في كلية الشريعة، درسنا في الفقه وفي الفرائض. وعلاقتنا به في العمل لما صرنا حوله في الإفتاء، وكنا نستفيد من توجيهاته ومن آرائه رحمه الله، ونستفيد من خطته في الأجوبة، واستفدنا منه كثيرا طلابا في الدراسة ومعه في العمل. نعم.
والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين ارتباطنا به في الحج، إذا كنا في التوعية للحج كنا جميعا ونتدارس بعض الأمور ونتعاون على حلها، وكنا نستفيد منه، كنا نستفيد منه كثيرا رحمه الله. نعم. هنا سؤال حفظكم الله، مدى صلتكم حفظكم الله بالأدب القديم شعرا ونثرا؟ صلتكم بالأدب القديم شعرا ونثرا؟ أنا ما لي صلة بالأدب لا شعرا ولا نثرا، إلا أني أقرأ ما يقع أمامي، ما يقع أمامي من شعر أو نثر أقرأه، وإذا كان فيه فائدة أستفيد منه، وإلا أقطع به الوقت. نعم. هذا يسأل أيضا، هل لكم طلعات للأدب الحديث؟ لا والله، الأدب الحديث ما، لا بالحديث ولا بالقديم إلا مثل غيري. نعم. من أكثر من تأثرت به من العلماء الذين عاصرتموه؟ نعم. أكثر من تأثرت به من العلماء الذين عاصرتموه؟ مشايخي الذين تلمذت عليهم، فأنا استفدت منهم واقتديت بهم في سيرتهم وفي سمتهم وفي، استفدت منهم، كل المدرسين اللي درسوني استفدت منهم والحمد لله، لكن منهم مقل ومنهم مستكثر. نعم. هل لكم حفظكم الله أصدقاء منذ الطفولة ولا زال لكم تواصل بهم حتى الآن؟ الأصدقاء كثيرون، الأصدقاء كثيرون والحمد لله، ولا أخص منهم أحدا دون أحد. نعم. ما تذكرون لنا أسماء بعض؟ نعم. ما تذكرون بعض الأسماء حفظكم الله؟ أصدقائنا الذين جاملناهم في الدراسة لنا منهم أصدقاء، لكن منهم من مات ومنهم من سافر إلى بلد يعني ينأى عنا وانقطع التواصل معه. نعم. ولا زلت أذكر لهم جميلهم، وأذكر لهم زمالتهم، وأذكر لهم سيرتهم الطيبة، منهم أحياء ومنهم أموات. نعم. شيخنا حفظكم الله، أكثر ما شدك من كتب السير والتراجم؟ أكثر ما شدك من كتب السير والتراجم؟ تراجم علماء نجد هو أهم ما عندي، لأنه علماء قريبون منا ونحن نرتبط بسيرتهم وبخطتهم، فأنا أقرأ تراجمهم. نعم. هل التقيتم حفظكم الله بالشيخ أحمد شاكر في الرياض؟ لا والله ما رأيته، كنا بالقصيم ويجي للرياض، يوم أن كنا بالقصيم توفي قبل أن نأتي إلى الرياض للدراسة. نعم. لكم حفظكم الله ذكريات ومواقف مع الشيخ صالح الأطرم حفظكم الله؟ الشيخ صالح الأطرم تزاملت أنا وإياه في العمل، كنا مدرسين في المعهد ثم مدرسين في الكلية، وكان بيته قريبا مني، وكان يعني من خيار صحابي الذين أجلس معهم وأستفيد منهم، فهو من خيار من رأيت. نعم. هل كنتم تتدارسون القرآن مع بعض مع الشيخ صالح الأطرم؟ نعم، تدارسنا وياه القرآن بعد الفجر خصوصا في شهر رمضان. نعم. الشيخ الرحالة ناصر العبودي محمد. نعم. محمد ناصر. أي وش فيه؟ معرفتكم به حفظكم الله؟ كما ذكرت لكم أنه كان مديرا للمعهد العلمي في بريدة من فتح إلى أن غادر إلى المدينة لما فتحت الجامعة الإسلامية، أخذ أمينا للجامعة الإسلامية في ذاك الوقت، وكان سيرته في المعهد ومع الطلاب ومع ويعني ضبطه للطلاب وهيبته عند الطلاب شيء كثير يعني. نعم. عندي بعض الأسماء، مثلا الشيخ عبد الله بن إدريس، هل لكم علاقة معه؟ لا والله ما لي فيه علاقة. الأديب حمد الجاسر.
لا ولا علاقة بحمد الجاسر. نعم حفظكم الله. هذا السائل يقول من أحب مشايخكم إليكم وأكثر فائدة مرت عليكم؟ الله كلهم أحبهم وأكن لهم التقدير، قد استفدت منهم كل في فنه، لكن من أكبر من استفدنا منهم الشيخ عبد الرزاق في التفسير، وكذلك الشيخ الشنقيطي في الأصول وفي التفسير أيضا، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي في الفقه، وإن كنا حرمنا منه في آخر السنة وأخذ لقضاء حائل، توفي هناك رحمه الله. نعم حفظكم الله. من الله عليكم بمؤلفات كثيرة، هل من بينها كتاب عز من غيره؟ من الله عليكم بمؤلفات عديدة. من؟ مؤلفات عديدة لكم حفظكم الله، هل من بينها كتاب عز من غيره؟ كتب من هي لكم حفظكم الله كتب؟ تبي نمدح كتبي أنا؟ لا سام ما أدري ما أدري يعني. سام أنا عندي إنها كلها ضعيفة. الله المستعان. الله يحفظكم. طيب شيخنا، خلال لكم سفرات خارج المملكة كانت بعضها للعلاج وبعضها كانت من أجل الدعوة، نريد أن تحدثونا عن سفركم في الدعوة وكيف وجدتم البلاد خارج المملكة، في البلاد التي سافرتم لها. أنا ما ذهبت للخارج لأجل الدعوة إلا مرة، لما في جامعة الإمام لها طلاب في الخارج ولهم مراكز ولهم، فذهبنا يعني نشوف نشرف عليهم ونتلمس حاجتهم لنرفعها للجامعة فقط، يعني صفة مفتشين فقط. نعم لكن هل رأيتم أثر لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في تلك البلاد؟ نعم كثير، الذين تأثروا بدعوة الشيخ ولله الحمد كثيرون في البلاد، في هذه البلاد وخارج البلاد، خصوصا في مصر جماعة أنصار السنة المحمدية، وفي السودان جماعة أنصار السنة المحمدية، هم يسيرون على أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في الهند علماء الحديث، وكذلك في غيره من البلاد، جعل الله لها القبول ولله الحمد، وانتفع بها خلق كثير نتيجة لإخلاصه رحمه الله ونيته الصالحة. نعم أيضا من ولا هناك دعاة ماتت دعوتهم معهم، لكن الشيخ ما دعوته مستمرة ولا تزال تتجدد والحمد لله. نعم بعد حفظكم الله هذه السنين التي من التعليم والتعلم والتأليف، أقول بعد هذه السنين الطويلة من التعليم والتعلم والتأليف والخير الذي من الله به عليكم، هل هناك شيء قلتم بعده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت، أو أنكم تمنيتم فعل غيره؟ كثير كثير، الشيء اللي نندم عليه ودنا أن ما قلنا ولا كتبنا، هذا كثير، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم حفظكم الله، برنامجكم اليومي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ برنامجنا اليومي معلوم، صلاة الفجر وبعدها يعني نتناول ما تيسر من ونذهب للعمل ونجي الظهر، لا خلاص الدوام نجينا الظهر البيوتنا واسترحنا. نعم لكم دروس بعد صلاة الفجر ولكم دروس بعد المغرب وكذلك أيضا العمل والمحاضرات؟ أنا ما أتحدث عن دروسي ولا عن أعمالي، ما أتحدث عنها. نعم طبعا بالنسبة لهذه الأسئلة التي طبعا حاولت أني أسألها سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد حاولت أن أستخرج قدر الإمكان من سيرة الشيخ، وأترك الآن الزميل لكي يكمل الأسئلة التي جاءت من الحضور فليتفضل حفظه الله، بعد ذلك تكون أيضا مثل ما ذكروا الإخوة المنسقين في هذا اللقاء سوف تكون هناك أيضا مشاركات مباشرة من أصحاب الفضيلة العلماء. تفضل فضيلة الشيخ. Thank you.
طاولة صغيرة يا شيخ فراس. شكر الله للشيخ سعد هذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. والشيخ سعد يعني من رواد هذه الجمعية ومن أعضاء مجلس إدارتها في دورات سابقة، وهو من أعظم الداعمين بعد الله سبحانه وتعالى وتشجيعه لإخوانه القائمين على هذه الجمعية، فجزاه الله تعالى عما خير الجزاء. في الحقيقة أسئلة كثيرة واستفسارات وردت للشيخ حفظه الله، ولكني لاحظت من منهج الشيخ أن بعض الأسئلة لا يريد الإجابة عليها، فلا يعني لن أطرحها مع اعتذار الإخوة لما سمعنا من توجه الشيخ، ولكن هناك قضايا عامة يعني ممكن أن نستفيد من معالي الشيخ فيها. كثير من الأسئلة أو بعض الأسئلة يذكر أنه مر بالشيخ يعني في فترات حياته بعض المواقف التي مرت والفتن التي مرت بالأمة وكان لها يعني أثر في الأمة، كما جاء مثلا في فتنة الناصرية وغيرها مما سبق، واليوم نحن نمر بفتنة التكفير في المجتمعات الإسلامية وفتنة استباحة الدماء من بعض الطوائف التي ظلت في الطريق السوي، وطلاب هذه الكلية كلية الشريعة يبحثون عن المنهج السوي المعتدل، فلعل فضيلة شيخنا والدنا يذكرنا بشيء في هذا المنهج. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الأمة الآن تمر بأمواج من الفتن، وليس هذا بغريب، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحدث في آخر الزمان من الفتن، ولكن مع هذا بشرنا صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله، هذه بشرى، ينضم إلى هذه الطائفة من يريد الله به الخير، وهي موجودة ولله الحمد. أيضا ما يعني تخلص الإنسان من هذه الفتن وهذه الشرور إلا إذا درس العقيدة، إذا درس العقيدة دراسة يعني جادة صار عنده أصل يمشي عليه، طريق يمشي عليه واضح، خصوصا العقيدة الواسطية. يا إخوان، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه لخصت مذهب أهل السنة والجماعة وبينت العقيدة الصحيحة، ومن أصولهم كذا ومن أصولهم كذا ومن أصولهم كذا. فهذه العقيدة مع
اختصارها وسهولتها مفيدة جدا، يجب العناية بها ويجب حفظها وتلقيها عن العلماء ليشرحوها له، فهي جادة واضحة منه رحمه الله لمن يأتي بعده. نعم. شكر الله لك. أيضا الشيخ، بالنسبة اليوم حقيقة مما تعاني منه الأمة اليوم وجود بعض يعني النزاعات والاختلافات بين بعض طلبة العلم، ونجد أن بعضهم ربما اعتدى على البعض في كلمات تنشر أو في مقالات تكتب وما إلى ذلك، مما سبب حقيقة شيء من الفرقة في بعض أوساط هذه الأمة، فما رأيكم وتوجيهكم في مثل هذا؟ ما في شك إن هذا لا يدل على خير، وأن الله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع والتآلف والتعاون، وإن حصل من بعضنا بعض الانتقادات فينظر إلى أصله وما عنده من الخير ويتغاضى عن الهفوات اليسيرة، لأن الإنسان ليس معصوم، فكفى المرأة نبلا أن تعد معائبه كما قال الشاعر. ونعم، فعلينا جميعا أن نترك هذه الخلافات اليسيرة، إذا سلمت العقيدة غيرها يسهل أمره، نتجافى عن هذه الخلافات اليسيرة وعن هذه، ومع التناصح فيما بيننا والأخذ بأيدي بعضنا بعضا، هذا هو الواجب علينا، ولا نكون سببا للتفرق، لأن إذا تفرقنا تفرقت الأمة من حولنا، يجب أن نترك هذا الاختلاف ونتغاضى عن هذه الأمور اليسيرة، ونعتبر أننا كغيرنا، لسنا معصومين ولا يصدر منا خطأ ولا يصدر منا، لكن خطأ دون خطأ. نعم. شكر الله لكم شيخنا، الحقيقة نشرف هذه الليلة بحضور نخبة من مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا، ولعل بعضهم يعني طلبنا من حقيقة المداخلة، ولعل معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح حميد يتفضل بمداخلته مشكورا من التهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، استفدت منها بمشاركتهم التي
من أسبابها هو بعدهم عن العلماء، عن القدوة الصالحة. ولذلك أريد أخوان الشباب الحاضرين بأن ينظروا إلى سيرة هذا العالم الجليل الشيخ صالح، حبه لطلب العلم ونصحته والتفاته حول هؤلاء الأمر. نحن أحوج ما نكون في هذا العصر في هذا الوقت بالذات إلى أن نضع في نصف أعيننا أن النجاة في هذا الوقت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن نرجع في أمهات المساجد إلى علمائنا، أن نسأل العلماء ألا تكون مرجعياتنا هي المواقع في التواصل الاجتماعي وبينها التي ما كان أحد يصدق أن نرى هؤلاء الضحايا من الشباب بسبب ضلالهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يوفق شيخنا ووالدنا معالي الشيخ صالح وأن يوفق بقية علمائنا للوصول في حماية الشباب من هذا الفكر. الله جميعا، نسأل الله ان يعيننا. اللهم صل. شكر الله لكم على الشيخ عبد العزيز، وشكر بعضكم ايضا لحضوركم وتشريفكم هذا اللقاء. هنا شيخنا الشيخ صالح يعني وردنا سؤال من احد المشايخ، يقول جدكم بوالدتكم هو الشيخ عبد الله الغاطي، فهل بالامكان تحديثنا عن الشيخ؟ هل بالإمكان أن تحدثنا عن الشيخ واستفدتم منه؟ الشيخ لا يخفى يعني مكانته وعلمه رحمه الله، مدون في سيرته وفي أجوبته وفي أما أنا وإن كان هو جدي فأين الثرى من الثريا؟ ما ينفعني إذا كان جدي الشيخ بابطي، ما ينفعني هذا إذا لم أسر على المنهج الصحيح وعلى العلم النافع وعلى لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الاقتداء بسلفنا الصالح، وأن يرزقني وإياكم العلم والبصيرة، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والشرور ويبصرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم. نعم. في الحقيقة وردت العديد من الأسئلة عن علاقة الشيخ مع بعض المشايخ كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو الشيخ ابن غديان أو الشيخ حمود التويجري أو الشيخ صالح حيدان رحم الله الميت منهم وحفظ الحي. قد يطول الوقت في تعليق الشيخ على كل واحد، لكنني أختزل يعني هذه الأسماء. هل هناك فضيلة الشيخ موقف يعني مؤثر أثر فيكم من ضمن علاقتكم مع هؤلاء المشايخ كان له أثر؟ على كل حال المشايخ نأخذ منهم العلم قبل أن نأخذ منهم القدوة، نأخذ عنهم العلم على ما فينا من قصور، فإننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سلوك منهج الأخيار، وأن يجنبنا طريق الأشرار، وأن من يحمينا وإياكم من هذه الأخطار المحدقة والتي لا يعصم منها بعد الله إلا العلم، لا يعصم من الفتن إلا العلم النافع. وأما من ضعف علمه أو عنده علم غير نافع فإنه يغرق في هذه الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شكر الله شيخنا، لعلنا في الدقائق القادمة نستمع إياكم إلى مداخلة من لعلك شيخ صالح ما دمنا قدمنا، لو رأيت إشارتك قبل التقديم لعبتك مع الشيخ صالح الحميد، شكر الله رفض حقيقة لكننا كرما منه
لعله يتفقنا بشيء من المداخلات. شكر الله لك الشيخ صالح هذه الكلمات، وشكر الله حضوركم، وشكر الله لكم دعمكم حقيقة للتواصل مع هذه الجمعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. الشيخ صالح، ولله الحمد،
هذه الجامعة المباركة من الله عز وجل عليها باستقطاب الكثير من طلاب المنح من شتى مشارق الأرض، ويحضر معنا الآن ولله الحمد نخبة كبيرة منهم، فهل من كلمة توجيهية توجهونها لهم وهم في مرحلة الطلب الآن، وبماذا تنصحونهم بعد عودتهم إن شاء الله تعالى إلى بلادهم قد غنموا ما غنموا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيهم بأن يتأملوا قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهم الحمد لله نفروا لطلب العلم وجاءوا إلى هذه البلاد لطلب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لهم رغبتهم، ولكن عليهم إذا رجعوا إلى بلادهم وبلادهم متعطشة إليهم أن ينشروا علمهم وأن يخصوا العقيدة، لأن العقيدة قد تخفى في كثير من البلاد، العقيدة الصحيحة يهتموا بها ويبينوها للناس ويجلوها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فبلادهم بحاجة إليهم. فعليهم أن يذكروا هذه الآية وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وسيجعل الله على أيديهم إن شاء الله الخير الكثير. نعم. شكرا الله لك شيخنا. في الحقيقة عندنا مداخلة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية الفقهية السعودية فضيلة الدكتور محمد الحيقري، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما كان الشيخ وفق الله في رب العالمين على الفقهاء المعيد الدين، وكان فيه طالب كان فيه طالب اسمه حسن مصر، وكان يعطيني عن الشيخ وفق الله، وأنه يقول ما رأيت من الشيخ متابعته الصحف ما نجد فيها أحيانا من مخالفات، ومتابعته ردود عليها ردود جميلة وجادرة للقراءة. فالمقصود لعل الشيخ وفقه الله يحدثنا عن كيفية التعامل مع بعض هذه الفئات. بعضهم قد يكون مثلا يكتب عن جهل ويقع في الخطأ وينبه الشيخ ويرجع ويقبل، وبعضهم قد يكون من دعاة التغيير الذي عنده بعض البلاد ويحتاجون إلى طريقة مناسبة في التعامل معه. فأودنا أن الشيخ يوصي من يدخل هذا المجال بحكم تجربته، جزاه الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن على الجميع واجب بقدر أن على الجميع واجبا بقدر مقدرته، وطلاب العلم والعلماء المسؤولية عليهم أكثر، فعليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يقوموا بتجلية الحق وتوضيحه والرد على الشبهات، خصوصا الشبهات في العقيدة، شبهات في العقيدة عليهم أن يهتموا ببيانها وتوضيحها، خصوصا إذا رجعوا إلى بلادهم وقد يمتد الخير من بلادهم إلى بلاد أخرى، ويكون الأجر يرجع بإذن الله إليهم. وهذا الذي أوصيهم به، ما يكون المقصود فقط أنه درس في السعودية وأنه حصل على شهادة، بل يكون لها منتود ومردود إذا رجع إلى بلده. تأملوا قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما تسكت وأن ترى أهل بلدك، وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بأهل بلدك تنورهم وتبصرهم وتنشر فيهم العلم النافع،
هذه فائدة طالب العلم إذا حمل شيئا من العلم النافع أن لا يبخل به ويخزنه في صدره فقط. نعم. شكر الله لكم شيخنا. لعلنا نختم يا أحبابي سؤال ومداخلة. أما السؤال فقد تردد كثيرا من شيخنا في هذه الأوقات، كثير من الأسئلة يعني من طلبة العلم المبتدئين، ويقولون بماذا تنصحوننا بعد كتاب الله عز وجل بأن نضبط أولا ضبطا مجتما ثم ننطلق منه؟ بعد كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع سنة رسول الله النظر إلى سيرة السلف الصالح الذين نهجوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من القرون المفضلة ومن اقتدى بهم، فعليهم أن يعتنوا بهذا الأمر عناية تامة حتى تتواصل الدعوة إلى الله، وحتى يبقى الخير بالأرض، وحتى يكون لهم عظيم الأجر والثواب عند الله. لا تحرم نفسك ولو لا تحقرن من المعروف شيئا، وهذا المعروف، وأما العلم فهو أشد من ذلك. العلم أمانة حملك الله إياها، أمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو أمانة حملك الله إياها. والله جل وعلا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجبال والسماوات والأرض عرض الله عليها الأمانة عرض تخيير لا عرض إلزام، ولذلك اختارت السلامة. أما الإنسان فإنه رجح الغنيمة يتحمل الأمانة، وهذا ما في شك إنها مخاطرة، ولكنها مخاطرة وراءها مغانم كثيرة إذا حققت المقصود وحصل منها الثمرة المرجوة فهي مغامرة حميدة. ولكن قليل من الناس من يكون بهذه المثابة إلا من رحم الله، ولكن القلة وإن كانت قليلة إذا كانت على علم وعلى إخلاص وعلى عمل صالح ودعوة ينفع الله بها. داعية واحد ينفع الله به أمما كثيرة، وهو داعية واحد ولا ينفق دراهم ولا ينفق شيء، إنما ينفق العلم النافع، يحصل على يده وبسببه خير كثير. فهذا هو الواجب علينا جميعا، أن ننشر هذا العلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالعلم النافع هو أبقى هذه الثلاثة: الولد يموت، الصدقة الجارية تنقطع، لكن العلم النافع يبقى ولو مات صاحبه، يبقى في الأمة ويجري أجره لصاحبه وهو ميت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح القول والعمل. استكمالا لسؤالنا شيخ، لو طلب منكم أن ترشحوا لطالب العلم المبتدئ كتابا واحدا في العقيدة وفي السنة وفي الفقه وفي السيرة، فبماذا تنصحون؟ يا إخواني، الذي يدرس في الدراسة النظامية خصوصا في المعاهد العلمية والكليات، جامعة الإسلامية، جامعة الإمام، جامعة أم القرى، عليه العناية بالمقررات حتى يفهمها فهما صحيحا، وهي مقررات متنوعة وفيها خير كثير وبعضها يساعد بعضا، عليه بالعناية بالمقررات. أما إذا كان يدرس على المشايخ في المساجد أو في المجالس ف
فهم يوجهونه إلى الكتاب المناسب، هم الذين يوجهونه، اللي يدرسك هو اللي يوجهك على الكتاب. نعم. شكر الله لكم شيخنا. لعلنا نختم بمداخلة لفضيلة الدكتور عبد الحكيم العجلان عضو هيئة التدريس لقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت مرارا إن هذه الجامعة خاصة أسسها وبدرها الإمام المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ورعاها وقام عليها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي التي ورثت هذه الدعوة المباركة التي قامت عليها هذه البلاد. فعلى هذه الجامعة ومسؤوليها مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة حملوها، فعليهم أن يعرفوا مهمتهم، وأن يحرصوا على هذه الجامعة المباركة، وأن يشجع طلابها ويتفقدوهم ويساعدوهم على القيام بمهماتهم، وأن يحثوهم على الدعوة إلى الله في بلادهم، وفي يعني سواء كانت بلادهم في داخل المملكة أو خارج المملكة، فهم في الحقيقة مندوبون لبلادهم، يتحملون الخير ويرجعون به إلى بلادهم. ولو حصل هذا لتنورت هذه البلاد وغيرها، تنورت هذه البلاد وغيرها، وامتد النور إلى مشارق الأرض ومغاربها. ما هو مهمة الإنسان أنه ينجح في الدراسة وأنه يأخذ امتياز أو يأخذ شرف أولى أو يأخذ، مهمته أن يحاسب نفسه فيما بينه وبين الله، ماذا قدم للأمة الإسلامية، ماذا قدم للعلم الذي معه يحمله، يحاسب نفسه لأنه سيحاسب عن هذا يوم القيامة. فعلينا كل
كل منا أن يحاسب نفسه وأن يزكي علمه وأن يصحح عمله وأن ينصح في قوله وفي فعله وفي جميع ما يصدر منه حتى يكون قدوة صالحة ويكون نافعا وعضوا صالحا للأمة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.